قناة دريم هي عميدة الفضائيات المصرية، هي أول قناة فضائية مصرية مستقلة. وأنا بالنسبة لي دريم مشاهد وضيف ومتحدث على شاشة دريم، مشاهد مع ملايين المشاهدين، وبعد كده ضيف. كنت ضيف الأستاذ إبراهيم عيسى ببرنامج رائع اسمه على القهوة، وقفلنا البرنامج، كانت آخر حلقة هاجمنا الحكومة ورئيس الحكومة، فكانت الحلقة الأخيرة. وبعد كده كنت ضيف مع الأستاذة منى الشاذلي، وضيف مع آخرين من نجوم قناة دريم، لغاية ما بقيت أنا من أسرة قناة دريم ببرنامج الطبعة الأولى. فأنا من محبي دريم لأني مشاهد، ثم لأني ضيف، ثم لأني متحدث، ثم لأن دريم هي عميدة الفضائيات المصرية بامتياز، وجزء رئيسي من القوة الناعمة المصرية. برنامج الطبعة الأولى تم الاتفاق عليه في 30 ثانية، وده ممكن يكون أكثر وقت للتفاوض. دكتور أحمد بهجت كلمني قال لي إيه رأيك تعمل برنامج عن الصحافة كل يوم على الهواء في قناة دريم، إيه تقديرك، ما تيجي نتناقش. قلت له موافق. هم دول أقل من 30 ثانية، هو العقد اللي بينه وبين دريم من وقتها حتى الآن. أهلا بكم في الطبعة الأولى. حضرتك آخر حبة في سبحة القارئين العظام. كل قارئ ليه بصمة، ليه مدرسة. الدنيا اتقلبت في رمضان وأجازة العيد أثناء غياب برنامج الطبعة الأولى. النرويج ما تحطش أي قوات أجنبية على أراضيها، ليه؟ لأنها جنب روسيا. برنامج الطبعة الأولى مر بصعوبات، لكن ما اقدرش أقول إنها الأكبر، في برامج تانية ممكن تكون واجهت أكتر من كده. أنا اللي اخترت اسم الطبعة الأولى، وتقريبا اخترت توقيته مع الإدارة. وفي الأول أول أسبوعين كان برنامج مرتبك وهويته مش واضحة، وكان فيه ضيوف، وما كانش فيه هذا التصور اللي حصل بعد كده. لكن من الأسبوع الثالث مباشرة، ده كان 2008، بدأت أتكلم لوحدي بالشكل اللي معهود الطبعة الأولى، إنه برنامج تحليل سياسي. حظي أن أخدت قبل كده أكتر من جايزة كأفضل برنامج تحليل سياسي في مصر، وبعتز بده كثيرا. لكن البرنامج واجه برضه بعض الصعوبات. كان في مرة أزمة مع الفريق أحمد شفيق لما كان وزير الطيران، وتم حل الأزمة، لكن كان في صعوبة كبيرة جدا في أن البرنامج يستمر لما كانتش الأزمة دي اتحلت. بعد كده عملت أزمة مع حكومة الدكتور نظيف، هجمت 4 وزراء في حلقة، ومنعرفش إلى الآن مين الوزير اللي وقف البرنامج، إنما في المجمل توقف برنامج الطبعة الأولى نهائيا. واتدخل الدكتور أحمد زويل، واتدخل آخرين، ورجعوا تاني برنامج الطبعة الأولى كما كان. وده كان أكتر موقف صعب قابل برنامج الطبعة الأولى. في مجلس الشعب قبل كده كان في بعض الأعضاء اتكلموا بشكل سيء على البرنامج، وقالوا انه بينتقد وبيحط من شأن مجلس الشعب، الا ان ده ما اثرش اطلاقا على سياسة البرنامج اللي احتفظ بتقاليد مهمة جدا ما فيهاش اي تجاوز لفظي او اخلاقي فيما يخص اي خصوم سواء في الداخل او في الخارج.